وعن هذا الموضوع ينضم إلي عبر الخط الهاتفي الأستاذ عدنان عبد الهادي من لجنة اللاجون. مساء الخير أستاذ عدنان. إذن اعتداءات متكررة ومستمرة على مقبرة اللاجون وإزالة الشواهد التي وضعت على أضرحة الشهداء، بداية لماذا برأيك يعني تستمر وتتكرر هذه الاعتداءات وكيف تنظرون لما يحدث؟ السلام عليكم. احنا طبعا بنقول هذا العمل البربري هو دليل على خوف هاي السلطة من شهدائنا. للمرة الثالثة يجري اعتداء على النصب التذكاري وعلى الشواهد، واحنا طبعا غضبانين وغير غير غير قابلين لهذا الاعتداء، ونندد ونطالب حكومة إسرائيل ودولة إسرائيل، ونطالب رئيس الدولة التدخل لإرجاع النصب التذكاري والشواهد إلى مكانها. المقبرة هي مقبرة اللاجون، أنا ابن قرية اللاجون، أنا من مواليد قرية اللاجون وتعلمت في اللاجون، إحنا أبناء هذا البلد وموجودين في أم الفحم نتيجة سياسة الترحيل والتشريد. إحنا مصرين على حقنا في إظهار شهدائنا اللي قاوموا البريطانيين والعصابات الصهيونية. إحنا من حقنا إحياء ذكرى شهدائنا، مش عيب عليهم إنهم هم يقتلعوا هاي الأشياء من الأرض. الأرض هي إنا والمقابر إنا واللجون إنا. إحنا بنطالب العالم والرأي العام الإسرائيلي إذا في ديمقراطية بإسرائيل. إحنا بنقول أعلام فلسطين اللي خايفين منها، قبل أسبوع جرت المظاهرة في تل أبيب لمرات متواصلة ورافعين علم فلسطين. هم بيحاولوا يخفوا الحقيقة الموجودة إنه شعب فلسطين مش موجود. إحنا موجودين على الأرض وفوق الأرض، وإحنا مستمرين في البقاء. إحنا مش رايحين نخاف منهم، وبنطالب بحقنا في إظهار شهدائنا لأنهم أعزاء علينا، وإحنا بنطالب إنه الحكومة تتدخل، وهؤلاء الخفافيش اللي بيجوا بالليل بيسرقوا النصب التذكاري والشواهد هذا دليل على ضعفهم وخوف من شهدائنا. طيب أستاذ عدنان، مؤخرا عقدت بلدية أم الفحم كما أسلفنا جلسة طارئة وتقرر فيها اتخاذ عدة خطوات، ومنها إقامة لجنة ممثلة من البلدية وأيضا اللجان الأهلية. هل من شأن هذه الخطوة أن تحدث تغيير في القضية برأيك؟ إحنا بنقول أم الفحم كلها مش بس البلدية، كل أم الفحم مجمعة على إحياء ذكرى شهدائنا واحترام شهدائنا. البلدية قائمة في واجبها تجاه أبناء بلدنا وشعبنا، وإحنا طبعا مع البلدية صف واحد ضد سياسة الاقتلاع والتشريد والتهويد. إحنا بنطالب بحقنا في إحياء شهدائنا ذكرى شهدائنا اللي سقطوا في الحرب ضد البريطانيين مش بس ضد إسرائيل. إحنا إلنا تاريخ في هاي البلاد وإلنا ماضي بحاولوا هم يخفوه، ولكن الحقيقة المرة اللي هم خايفين منها إنه شعبنا يعيد الذكرى ويعيد الإحياء للذكرى من أجل العودة إلى بلدنا إلى قريتنا وإلى أراضينا. طب هل في الفترة المقبلة ستقومون بخطوات إضافية؟ يعني هل سنشهد تصعيد لخطواتكم الاحتجاجية، إيصال نعم صوتكم نعم أيضا بميادين أخرى؟ نعم، إحنا رايحين نتوجه إلى القضاء إذا في هناك قضاء وإذا في عدل إنه يرجع حقنا إنا، وإحنا رايحين نواصل إقامة النصب التذكاري والشواهد على هاي المقبرة، لأنه من حقنا التاريخ والأدب والإنساني إنه نحيا هاي الذكرى. وهم إلهم شهداء، إلهم سقطوا ناس بالحرب وبيعملوا لهم ذكرى وبيعملوا لهم احترام. نعم. إحنا شهدائنا كمان أعزاء علينا، بدنا نحيي ذكراهم مهما كلف الثمن. أستاذ عدنان، في مثل هذه القضايا دائما ما نتحدث عن أهمية العمل النضالي الوحدوي الجماهيري. إلى أي حد اليوم تطالبون في لجنة اللاجون أيضا الالتفاف حول هذه القضية من قبل أبناء مجتمعنا بمختلف فئاته ومناطقه الجغرافية أيضا؟ أختنا، إحنا رفعنا القضية إلى لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء العرب،
وكان لهم موقف مشرف انهم هم معنا في هاي القضيه ورايحين يواصلوا النضال معنا. واحنا انا رايح اقترح على لجنه احياء ذكرى النكبه ان تكون مسيره العوده الى اللجون حتى نثبت لهم انه احنا شعب موجود وان وجودنا وان كياننا ويجب ان تحترم كرامتنا وانسانيتنا. احنا مش ضايعين، احنا موجودين على هاي الارض منذ الاف السنين وبيحاولوا يخفوا الحقيقه ويحاولوا يضيعونا ويخفوا الحقائق. احنا بنطالب بحقنا في هاي البلاد وعادتنا لقرانا المهجره ولاراضينا في مرجب عامر واللجون وكل القرى العربيه الفلسطينيه. استاذ عدنان، بسؤال اخير من فضلك، ما هي خليهم يمدوا ايدهم النا بالاول. استاذ عدنان، بسؤال اخير، الخطوات القادمه في الفتره المقبله، وهل بالامكان برايك الوصول لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات مره اخرى في ظل الوضع الحالي وحاله التعبئه من قبل اليمين المتطرف؟ انا بكلش، انا بعرف انه رئيس الدوله بجوز هو الانسان اللي بيقدر يحل في هذه القضيه. رايحين نتوجه الى رئيس الدوله والى القضاء حتى يلقى العدل وينصفونا بهذه القضية. ونحن سنستمر بمتابعة كافة التطورات في هذه القضية الهامة. جزيل الشكر لك الأستاذ عدنان عبد الهادي من لجنة اللجون، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.